السلام عليكم، شلونكم شبابنا؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا لكم فيديو جديد وياكم عزوز. عزوز صاحب قناتره وياخذكم جولات بداخل اسطنبول، وهواي اشياء عنده حلوه، وعنده فيديوهات ويا قمر ويا تونسيات جزائريه، وهو يعني عنده افكار كلش حلوه. انصحكم تروحون تتابعونه والله. المهم هسه احنا وين؟ التقسيم، ميدان تقسيم. وين رايحاني؟ رايح للعراق. يعني اليوم وداعيه. ها خل ازيدكم معلومه، راح نلتقي بعلاوي القروي وعلى ساطور وسيسي واللامي، هذول كلهم منتظرين بالعراق. دوري ابطال والله العظيم. ماكو هيك. فهناك هسه راح ناخذكم ونشوفكم. هسه المهم بدينا بدايه فيديو بداخل تركيا، ونهايه الفيديو راح يصير بالعراق. تابعونا. وهسه راح ناخذكم فره داخل تقسيم، خليكم ويانا. بس بقى عزوز. عزوز والله ضلعي بدت الطريق اللي مواسات. ها ايه عزوز، هاي الحمام لو عدنا هنا بالعراق وهيك نمشي من يمه شو يصير فيه؟ هاي شايف 45 سنه وخر لك. شنو هاي عزوز؟ هاي الوصل مال شو اسمه التكت، يعني صعدنا وايد دفعنا يعني اليمن ومين. هسه طالعين للمطار، طبعا عندنا وقت خير من الله. هسه الساعة 3:30، طيارة الساعة 11. طريقكم المطار. راح ناخذكم جولة بالمطار. وهسه وصلنا للمطار، وين رايحين؟ راح ندخل لي جوا. بس انقلهم. شنو؟ انقلهم وين رايحين لو لا؟ لا هم يدرون اصلا غير بالفيديو. للعراق هسه. اي والله رايح وحدي، يعني عزوز هنا أنا جاي وياي يريد يوصلني يودعني. عزوز ليش انت تأذيني؟ انت تأذيني. وهسه لقطه سريعه، دخلنا للمطار، راح نشوف ايش قد وزن الجنطه مالتي، ومن هناك نقعد منا لما نسلم الجنطه ونكمل نصور وداعيه. بعد ما راح اصور لكم، عزوز راح يبقى يصور لكم. شوف اليوم بمن التقينا، اخونا ابراهيم من السودان. شرفت فيك يا حبيبي، زادنا الشرف والله يا اخي. لاعب كرة العراق يا حبيبي انت. والله ما قدام الكاميرا بس يعني ضحك. لا والله شل عيونا، شنو تحتاج احنا كل احنا هنا اخوانك. الله يشهد، الصداقة تبدا من الحين ان شاء الله. حلو السنين ان شاء الله يا رب. على فكرة لاعب منتخب، يا منتخب قطر. ايوه لاعب منتخب قطر ولعب نادي الوطن الرياضي. نادي الوطن، نادي يونس محمود السابق. يعني صدفة والله حلوة انه تلتقي بشي شخص طيب وحلو بنفس الوقت مشهور يعني بكرة لعبة القدم. لا تقول مدريدي يا جماعة، يكفي هذا الكلام. مدريدي من الزمة. حلوة شكلك برشلوني. عني؟ ما يتابع كرة، ما له علاقة. اصدمك؟ ما احب كرة القدم. ليه؟ كرة طائرة قال لي. خلينا الجلطة ودخنا بيها. دخنا والله العظيم. ها؟ دخنا ما ادري السيستم فيه غلط لو انا. لا لازم هاي الباركود يصير اللي هنا، شوفه. اه اوكي، لازم اوقفه ولا شلون؟ لا. لا ما ادري. هو انا ما ادري. باي باي، الله يسلمك يا حبيبي. شرفت بك والله. يا عمر زاد لي شرف في دول قلبك. هسه ننطلق وين؟ للعراق. شو تحب توجه كلمة؟ احب اوجه كلمة. خاصة شيء مهم، وتعبوا على نفسكم. حميد وصل لهذا المرحلة بتعبه، تعب النفس يعني. هو شحكي لكم بحقه قليل، هو الولد تعب وصل هنا يا حبيبي. الناس تحكي ورا الكيبورد ما تدري شكو، بس انا همينة لا تصرب مثل البقية. شوفوا بالحق الولد تعب على نفسه وصل لهنا. ها اكو ناس تقول والله هذا وينك. لا حبيبي، هذا وصل تعب جاهد ورب الكعبة، واحنا جايين بالطريق لهنا. غير ده ينزل مقاطع بالطريق، شحكي لكم يصب يقول لي تعال شوف ده ينزل مقاطع هو بالسفر. تخيلوا شافوا الستوريات. والله توقع. العظيم والله الله يوفقكم. يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله كل شخص يوصل للمراد الشيء اللي يريده. الله يشهد. يلا ما اعرف شو احكي بعد، استحيت. يا حبيبي يلا هسه ناخذكم بعد لي جوا. عزوز انقل له باي باي. بس دخلت جوا المطار، يعني عبرت الختم. خطي عزوز راح والله ضجت. هنا الاسعار ما اصدمكم بيها، بس جهنم غاليه. ما خلها سكته، خلها سكته. فخل اروح اللي جوا وامين ارجع اصور لكم.
وهسه صاعدين للطياره رايحين. الطياره من بينه ما ادري ليش، لانه ممر بصف ممر ترى على فكره يعني. وهسه مثل ما تشوفون صعدنا بالطياره وراح ننطلق. هسه جاي نهبط، هذا مطار أربيل شوفوا. هسه وصلنا الحمد لله صحة وسلامة، الحمد لله على سلامتنا. هسه رايحين، هاي الجنطة مالته ماخذها أو التاكسي، وراح نروح للعمارة اللي عايش بيها على ساطور. والله مشتاق له. هنشوف وين على ساطور هذيك العمارة. أتوقع هي، أنا ما أتوقع يعني، بس هي غير بعيدة كلش. هذا ساطور لك بوكي، قعدت من النوم. شوف 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 الابتسامة ايش حالاته. قدم قدم حياة ساطور. الله يسلمك. حياتي الحمد لله. الله يسلمك حياتي. شو سوالف؟ متعبة؟ متعبة كلش. آه. وأخيرا التقينا. شلونه؟ هاي الكاميرا وسطه. ساطور. آه. مشتاق لك الله يشرف. أريد أصور لهم وأقول لهم إنه أنا مشتاق لك، يعني إحنا لازم نشاركهم كل شيء. طن والله طن عبود بالله. أيوة والله شوفوا. أصازيين. بيها سعرين؟ أكثر. 24. والله. شنو؟ شوف منو اجا سيسي حياتي. تدري يلا رايحين فينكم؟ منو اجانا هسه تو وصل؟ بس سيسي بالثنتين تو تو اجانا. شنو انا ما كذوا، خلنا نصعد بالمصعد ونسولف لكم. هسه على القروي ولا راح نلتقي بهم. طبعا ما شاء الله يعني شلة وفولة. ترى خاف حسباتكم تو قاعد من النوم. شو مرة قاعد انت؟ غير مبارك يا هلي يجي قاعد كله. الو هاي تعال تعال بالباب. حياتي مبارك مبارك. ما سلم عدل. اول لقاء لهم الكل، اول لقاء لهنا. السلام عليكم شباب، والله مشتاق لكم. شوفوا ابي شوف هاي شنو لك مسلم خوي. ها والله خوي انت شوف الاوضاع. اي كنت بالحش الشعبي اقاتل وهاي. لا والله ما شفت، ما تشوف الاكشن اللي نزل بالقناه. اي جاي شوفه. والله الناس والله ما نايم، صار لي من الثنتين بالليل طالع، وهسه الساعه 3 العصر. هلا انا يلا وصل قاضي هنا. انت كيفكم؟ الله ها قاضي هنا ماني ما شفنا النوم. الله وكيل. اه شوف يعني ما تشوف بالكاميرا ما بالحقيقه. اللهم صل على محمد. صليت على نبيك حبيب علاه. نورت العماره. نورت حبيب مشتاق وعلي. حبيب علاه حبيب. لا شنو لك متغير؟ والله شنو ليش مزين هيك؟ هاي بعد قشمرت. يا قشمرت عشان شعر الهنايه عمود بنفسي. لا زيزي يضحك علي. الناس ليه مقبلينه؟ شو عبيتك جاي من البصرة؟ يا بابا صرف 14 ساعة. تمو على الساعة زين الصفر؟ 14 ساعة. خشي والله زين سوى شكرا. هاش بيها؟ يلا خير نروح للشقة. من وسط ترتاح. جوعانين؟ لا عمي ما فيه
الاجواء صارت بالليل تخبل مو كيت. شنو هاي الاجواء؟ ها؟ دق الباب؟ منو؟ شو ماك احد؟ هذا يا هو. مرحبا. هلا 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 عبود. نحا. اقلق اصرعك. وين هذا الدوبي؟ قاعده قاعده. تعال 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 وقف وقف وقف. لك علا. لا قلت لكم كان علا. شيلوا شيلوا الحوض. لك علا. مصطفى. مصطفى احترق البيت. احترق احترق احترق. يا والله طافي. قوم قوم. ولا قوم احترقنا قوم. ولا قوم. احترقنا قوم. قوم ايش بيك؟ قوم ولا قوم احترقنا بسرعة يلا ولا قوم 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 اطلع احترقنا احترقنا ولا شو احترقنا امشي احترقنا برا 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 لا احترقنا ايش فيك طن هلا احترقنا جيبوا جيبوا لك علاوي سلم علي شنو هاي ولك علاوي بعدك نايم شنو هاي على السطح هاي ممتلكات الان يلا حبايب قلبوا اللي هنا وصلنا لنا يلا يا حبايب قلب اللي هنا وصلنا نهاية الفيديو إن شاء الله عجبكم مع السلامة باي باي هذول بالله طامسين الولد خل نروح